استمتع بها مرة أخرى يا سامي، تسديدة قوية قوية جدا، منفذة كما ينبغي، ثلاثية بين الأحسن ومجد كبرة، الخاتمة كانت يا يوسف بهدف في منتهى الجمال من عدلان كبير. المنتخب أصبح يعمل كثيرا على مثل ما شاهدنا الآن، ربما أصبحت نقطة قوة كريم. محذرة ما بين أنا في التدريب. لا بين التدريبات، وقلت لك سجلنا هدف في المباراة الأخيرة ضد لوغندا، اللاعب بوغرا هو اللي يفتح التسجيل.